نشرف على انطلاق قافلة تضامنية ساهم فيها عدد من المتعاملين الاقتصاديين ممثلين لولاية قسنطينة بسكانها، تضامنا مع المتضررين من حريق الغابات في ولاية الطرف. هذه المساعدات تتمثل في عدد من كمية من المواد الغذائية بكل مكوناتها والمياه المعدنية وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية وبعض الأفرشة. سيرافق كذلك هذه القافلة مجموعة من الأطباء والنفسانيين والمساعدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى ذلك كذلك ستتوجه قافلة أخرى تضم عدد من الأغطية بطلب من ولاية جيجل كذلك التي تضررت من الحريق.